كيفاش ولات مكة المكرمة لاس فيغاس العرب من بعد ما هدموا بيت السيدة خديجة وردوا في بلاصها مراحيض عمومية، وهدموا بيت أبي بكر الصديق وردوا بلاصو فندق 5 نجوم. كل عام كيمشيو الملايين ديال الناس من العالم كامل باش يحجوا، وأغلبية الناس كتمنى يوصل النهار اللي تمشي فيه لمكة، إلا أن هاد البلاصة اللي كتجمع الناس روحيا كيتم استغلالها من الطرف السعودية وردوها الدجاجة اللي كتبدل لهم الذهب. من ضمن المخططات لتوسيع مكة باش يقدروا الناس كثر يجيو ويدخلوا الفلوس كثر للدولة، داروا بعض الإصلاحات الراقية باش يستقطبوا ناس كثر، بحال أنهم هدموا بيت السيدة خديجة أم المؤمنين وداروا بلاصتها 1400 متر حد عمومي، بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش تما وبناته تولدوا فيه قبل ما يهاجر المدينة المنورة. وحتى من بيت أبي بكر الصديق اللي تولدت فيه السيدة عائشة هدموه وداروا بلاصتو فندق هيلتون 5 نجوم اللي فيه الليلة كتقام القليلة ب 4000 درهم. الدار اللي تولد فيها النبي محمد حتى هي هدموها وداروا بلاصتها سوق للمواشي، وعاودوا ردوها من بعد مكتبة عامة ولكن منعوا الناس الدخل ليها. بعض المؤرخين كيقولوا أنه أكثر من 500 أثر إسلامي تهدم، منهم بيوت الرسول والزوجات ديالو والصحابة، وتقريبا 95% أثر المدينة المقدسة تهدمت في 60 عام الأخرى، بالرغم من أنه بزاف ديال الجهات تدخلات باش ما يتهدموش هاد المعالم، إلا أن السعودية ما تسوقاتش ليهم بحكم أن المفتيين حللوا هاد آثار مكة بهدف توسيعة الحرمين الشريفين. وخا الصحافة العالمية كتأكد على أن الهدف الرئيسي هو الربح المادي لا غير، السلطات السعودية ما كفاهاش هادشي وجرت على كاع الناس اللي كانوا ساكنين قرب المنطقة وعطوهم تعويضات قليلة ومنعوهم باش يرفعوا دعوى قضائية، والأغلبية فيهم ولاو ساكنين في أحياء فقيرة بعيدة، وولات مكة عامرة بناطحات السحاب ومراكز تسوق. فمن بعد ما كان الحج رحلة روحية وتطهيرية ولا مجرد رحلة من أجل الرفاهية، فإلا كان عندك بزاف الفلوس تقدر تبات في أوتيل كيطل على مكة ويمكن لك تحج من الغرفة ديالك بلا ما تمشي، وبهكذا قدرت السعودية تستغل السياحة الدينية للصالح ديالها وتستفد من 12 مليار دولار كتدخلها سنويا بسبب الحجاج. ولكن كتبقى المشكلة الكبيرة هي الاستغلال السياسي، حيث أنه أي دولة كان عندها مشاكل سياسية مع السعودية كيتمنعوا المواطنين ديالها من أنهم يحجوا، بحال القطريين والإيرانيين واليمنيين، وفي المقابل كتعطي تأشيرات مجانية لكل واحد كيدعم النظام السعودي، بالرغم من أن عدد الحجاج كيكون متجاوز العدد المسموح به. السعودية مبقاش كتعتبر مكة بلاصة مقدسة، فمثلا في 2019 فاش كان موسم الحج وعلى بعد أقل من 100 كيلومتر على مكة، كان في نفس الوقت موسم جدة ترفيهي، الناس كانوا كيحجوا وفي نفس الوقت ناس أخرين كيغنيو ويشطحوا، بل أكثر من هادشي فهما كيستغلوا منبر الحرم باش يغسلوا البنادم عقلو ويبيضوا الصورة للحكام السعوديين. وهادشي اللي وقع من بعد ما تقتل جمال خاشقجي ولقوا على أن الأمير بن سلمان عنده يد في الموت ديالو. الشيخ عبد الرحمن السديس قال على أن الله كيصفط كل 100 عام مصلح للأرض، وأن المصلح اللي صفته هاد المرة هو محمد بن سلمان، وقال على أنه أي إهانة لخادم الحرمين بن سلمان كتعتبر إهانة لمليار مسلم في العالم. وهادشي كيبقى شوية من الانتهاكات السعودية لمكة المكرمة.